<applause> طيب انا في سؤال هنا لازم اقوله قبل ما نعمل ايه طبعا. ايه الضرر انها تيجي بدري او تتاخر الضرر انها تيجي بدري ليدي قصيره آه. صغيره طولها قصير جدا بالنسبه لانها تكون انسه بالغه بيقف مرحله النمو في الطول حضرتك عارف ان في حاجه اسمها اللي هو هرمون النمو أوه. الجراث هرمون الجراف هرمون. هرمون يفرز من غده البتويتري ال ال تمام فلما بالظبط كده فلما بيحدث ان اشارات المخ بتيجي بدري هي بتخلي الهرمون ده يقف <سؤال> فبيحصل اغلاق لي. <سؤال> بقى ومش هتطول ومش هتكبر كلوزر للابافيسس اللي هي نهايات العظم المسؤوله عن الطول بتقف يعني هي شكلها كله هيبقى مم. صغير رغم انها سيده وبدات خلاص يظهر عليها العلامات كده. الجنسيه لكن مم. النمو ما فيش ادي بالنسبه للمبكر أوه. المتاخر المتاخر هو ان بنت ظاهره عليها كل علامات الـ 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 السنوية للانوثه من الشكل اللي اتكلمنا عليه لكن ما عندهاش دوره شهريه يعني لو اتجوزت في السن ده مفيش مش انتاج ما فيش حمل. مش بس اتجوزت آه. اتجوزت وطبعا في مشاكل تانية بتظهر لها بسبب تاخر الدوره الشهريه اضطرابات هرمونيه في الجسم كلها بتاثر على شكلها وتاثر على وظائف الجسم المختلفه